دي ما شاء الله حصالات مليئة بفضل الله عز وجل، وكلها تذهب إلى الفقراء والمحتاجين من المسلمين. هناك والله أناس من المسلمين يلتحفون السماء ويفترشون الحصى وينزل عليهم المطر، فيكون المطر عليهم مباشرة، ليس عندهم إناء يأكلون فيه ولا وعاء يطبخون فيه، وإذا مرضوا ليس عندهم مال يتطببون به. ونحن هنا ما شاء الله بنأكل ونشرب ونجلس على الموكت، وما شاء الله الكهرباء والمراوح المكيفات، نحن نعيش بالفعل حياة مترافة جدا. فأقل شيء إن احنا نشعر بإخواننا المسلمين الفقراء المرضى المحتاجين الذين يتواجدون هنا وهناك. ومن هنا كانت فكرة هذه الحصالات. ليه؟ إن كل أسرة ما يبقاش فيها حصال، وهذه الحصالة تملأ على مدار الشهر. أنت لو شفت الفلوس النثرية التي تصرف كثيرة جدا، أنت لو اديت لابنك 2 جنيه يبص لهم كده يعني شذرا، يسأل لهم أنت لو حطيت في كل يوم جنيه في هذه الحصالة، جنيه اعتبر أن الحصالة دي عيل من عيالك وتحط فيها جنيه كل يوم، إذا في شهر كام؟ 30 جنيه، إذا في سنة كام؟ 360 جنيه أو 365 جنيه، ما شاء الله. يبقى جنيه كل يوم صعب، تجرنا ب2 جنيه، والبسكوتة بجنيه، كوباية العصير ب2 جنيه، عصير البست ب1.5 جنيه، البست اللي هو الكرتون ب2.5 جنيه. ألا انت لو شفت كده اي واحد بيودع عياله المدرسة ما شاء الله ميزانية بيدفعها كل صباح، ليه احنا ما نحطش ميزانية جنيه كل يوم في هذه الحصالة؟ ليه؟ ايه المشكلة؟ الاخوة اللي هم ابائهم في الخارج، ليه الحصالة ديت لا تملأ بالاموال الثقيلة الخفيفة الثقيلة؟ لماذا؟ ليست من جنس الجنيه المصري، انا بقول الاموال الخفيفة الثقيلة. ليه؟ لماذا؟ يبقى احنا هنا نملأها بالايه؟ بالجنيهات المصرية، وهم يملؤونها بالعملات الخفيفة الثقيلة. ليه؟ لماذا يعني؟ فأنا عاوز إخواننا إن شاء الله النهاردة نوزع عليهم حصالات كثيرة، ونسيبهم الأسبوع الجاي والأسبوع اللي بعدين إن شاء الله نلم الشبكة، لعل وعسى يكون سمك فيها كثيرا مباركا إن شاء الله. المساعد يرفع إيده كده يا إخواننا. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. وإخواننا اللي تحت معانا برضك في الخير ده، المساعد يرفع إيده كده. الله أكبر، ما شاء الله ما شاء الله. طيب إن شاء الله على الباب إن شاء الله بعد الصلاة في هناك الحصالات تكون موجودة، من أراد أن يأخذ واحدة دون أي إحراج فليأخذها إن شاء الله. وأسأل الله تعالى أن يكثرها بصدقاتكم، وأن تكون هذه الصدقات ثقلا في ميزان حسناتكم ودرءا عن الشرور والأذى بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.